وحدة من الجيش العربي السوري تعثر أثناء عمليات التمشيط في ريف حلب الغربي على مقرات قيادة وخرائط وأسلحة وذخائر تحت الأرض كان يستخدمها إرهابي أردوغان منطلقا لاعتداءاتهم. غرف عمليات تحت الأرض كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية المسلحة في غربي حلب، ومنها تنطلق للاعتداء على المواطنين الآمنين. وحدة من الجيش العربي السوري وأثناء تمشيطها عثرت على مقرات قيادة وخرائط وأسلحة وذخائر. هي مقرات مجموعات الإرهابية المسلحة غرب عنجارة، مقرات الجولاني وجبهة النصرة كانوا يستعملوها لعمليات ضد أهل حلب الآمني. أكبر مقر العمليات المسلحة هون مع جوامع ومقرات لألون وأجهزة عمليات شان مدينة حلب ضد مدينة حلب وريفها مع جبل سمعان وكفرناها وتخيرين وهالمناطق هي. دم الحصول على أكبر مقر لألون جوا بفضل قوات الجيش العربي السوري، عبارة عن مغارة كبيرة وحفري وقلبها خنادق كبيرة، وبدخل منه آليات وأسلحة وكل شيء، ومقر تسليح لألون كمان. هي متواجدة بين بالا والشيخ سليمان، هي بتصير للشرق من دار عزة. عمليا كان يدوروا كل العمليات اللي بتتوجه لغرب حلب. هلا هون في جوا في خرائط كبيرة للعمليات، وفي مثلا مركز الجولاني كان يعطي تعليماته لكل الجبهة. تدي المغارة لجوا شالت مئات الأمتار، مدينة كاملة يعني فيها كل الخدمات المتوفرة، في أجهزة اتصال فضائي. تم حفر هذا الخندق بأحدث المعدات بدعم من الاحتلال التركي. هذا النفق ارتفاع بحدود 8 أمتار بعرض من 6 إلى 7 أمتار، حيث يسهل دخول السيارات والعربات الكبيرة إلى الداخل إلى آخر نقطة في هذا النفق. لأخبار السورية لمكيالي حلب.